بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين. نفتتح هذه الجلسة المخصصة، هي جلسة تشريعية تخصص للدراسة والتصويت على مشروع القانون رقم 1925 المتعلق بالمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة. توصلت الرئاسة بإنابة تفيد على أن السيد وزير العدل سيتولى النيابة عن السيد وزير الشباب والثقافة والتواصل في تقديم هذا المشروع. تفضلوا السيد الوزير المحترم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، السيد الرئيس، السيد الوزير، السادة الرؤساء، والسادة البرلمانيين والبرلمانيات. كما يعلم الجميع، لم يصل هذا القانون لهذه المرحلة سوى بعد شهور وأسابيع من النقاش المستفيض وفي بعض الأحيان المشحون جدا، ولكن رغم كل هذا كانت لهذه الحكومة الشجاعة والإرادة والإرادة السياسية لتمريره، ولا دليل أكبر على ذلك سوى دفعها بمناقشة القانون المنظم المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة أسبوعا فقط بعد المصادقة على قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة التي أدخلت لأول مرة حق التتبع وحق الاستنساخ التصويري ليستفيد منها الفنانون، وهي قوانين بقيت موضوعة في الرفوف منذ 3 سنوات. إن دفعنا بالمناقشة والمصادقة على القانونين حول حقوق المؤلفين خلال ظرف 6 أشهر فقط يبقى أكبر دليل على اهتمامنا وإيماننا بأهمية تطوير الثقافة من مجال الدعم إلى مجال الصناعة، وإعطاء المؤلفين حقوقهم وفتح باب التوزيع العادل والشفاف لهذه الحقوق يبقى أحد أهم المشاريع التي وضعناها في صلب رؤيتنا الشاملة لإصلاح القطاع إلى جانب تحسين الوضع الاجتماعي وتطوير البنى التحتية وخلق فرص الشغل والرفع من جودة التكوينات. لقد كان بإمكان الحكومة الحالية أن تسحب مشروع القانون وتعيد صياغته بطريقة أخرى لحسابات سياسية طالما عانينا معها لما كان بعضنا في المعارضة، ولكننا اليوم في موقع المسؤولية نبحث عن المصلحة العامة ومصلحة الفنانين والمبدعين والقطاع عموما، وهو ما اقتضى منا إعادة هيكلة المكتب وفق قواعد وأسس شفافة وواضحة. ولهذا رفضنا فكرة السحب وإعادة الصياغة لما سيكون لها من ضياع وإهدار للوقت والزمن، وهو ما يعني مزيدا من الحيف والظلم للفنانين في مختلف المجالات. إن المكتب المغربي لحقوق المؤلف حاليا لم يعد بإمكانه القيام بأدواره الكافية لحماية حقوق الفنانين بالشكل المطلوب، بحيث أن الوسائل المادية والبشرية الموضوعة تحت وصيته غير كافية، كما أن القوانين المؤطرة له وضعية القانون تجعله في مشاكل قانونية وقضائية مع عدد من المؤسسات والهيئات التي يجب أن يستخلص منها حقوق المؤلفين. ولهذا فإن المشروع الموضوع بين أيديكم يرمي إلى تعزيز وتقوية المهام الممنوحة للمكتب المغربي لحقوق المؤلف، خاصة فيما يتعلق بتمكينه من الآليات التي تسمح له بمواجهة التغييرات والتحديات التي يعرفها هذا القطاع على المستوى الوطني والدولي، وذلك عبر عصرنة طرق تدبيره وإدارته وكذا ترسيخ الشفافية والحكمة في تدبير التحصيلات والتوزيعات، إضافة إلى الإسهام في النهوض بأوضاع المبدعين المادية والمعنوية وإنجاز مخططات التكوين المستمر لفائدة الموارد البشرية وتنفيذ الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي وقع عليها المغرب في هذا المجال. لم يكن للمكتب المرور من وضعية قانونية مبهمة وغير واضحة إلى مؤسسة عمومية كما طلب البعض بذلك، فالمكتب اليوم لا يتوفر أبداً على المعايير التي تحددها القانون الخاص بالمؤسسات العمومية، لأن عمله ليس استراتيجياً بالنسبة للدولة، وما يجب القيام به هو التطوير منه حتى يصبح استراتيجياً ورافعاً هاماً من الصناعة الثقافية التي نسعى لتنزيلها، وهذا فقد ارتقينا به اليوم من مجرد مكتب تابع لقطاع التواصل إلى هيئة للتدبير الجماعي. إن هذا الوضع القانوني الجديد الذي نقترحه اليوم لا يجب الاستخفاف أبداً بأهميته أو التنزيل من قيمته، لأنه اقتضى مشاورات طويلة ونقاشات عميقة قادتها أطر الوزارة مع الأمانة العامة للحكومة للوصول لهذا الحل الوسط. ونؤكد أن هذا الوضع القانوني الجديد هو بمثابة مرحلة انتقالية لوضع قانوني أفضل حينما يثبت المكتب أنه قادر أن يكون مؤسسة عمومية استراتيجية في
في مجال الثقافة والتواصل. ولهذا قد أكدنا غير مرة أنه لا يمكن أن نتحول من مكتب عادي إلى مؤسسة عمومية تقوم على اختيار كل أعضاء مجلسها الإداري عبر الانتخاب، فهذا قد يجعل هذه التجربة تموت قبل البداية، لما يمكن أن تشكله اللوبيات التي تحاول الهيمنة على المكتب من خطر عليه. ولهذا اخترنا أن يكون هناك أعضاء معينون وآخرون منتخبون، وستكون التجربة الجديدة هي الحكم الذي سيحدد ما إذا كنا قادرين على تحويل وضع المكتب إلى مؤسسة عمومية ذات مجلس إداري منتخب كاملاً أم لا. إن كل المشاريع الإصلاحية الكبرى للبلاد بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وفي مختلف المجالات لم تكن أبداً تقطع مع الماضي، بل تأخذ الأفضل منه وتصلحه وتقوم الاختلالات، وهذا هو منطق الدولة في عملها ومنطق الحكومة كذلك. فنحن نقطع مع الماضي وما تم إنجازه، ولكن سنصلح اختلالات ونصححها بعد بضع سنوات، وسنقوم بتقييم الحصيلة وفقا لمبدأ الديمومة. وقبل الختام، لا يمكنني أن أمر دون أن أشكر أطر الوزارة على عملهم الجبار طيلة هذه السنوات، ونشكر كل الفنانين على انخراطهم في النقاش وفتحه على الإعلام والرأي العام الوطني حتى تصبح الثقافة موضوع اهتمام للجميع. وبطبيعة الحال كل الفرق السياسيين مهما كانت مواقفهم واختياراتهم على مشاركتهم الفعالة والإيجابية، سواء عبر تقديم مقترحاتهم وتعديلاتهم أو فتح باب النقاش مع المعنيين بالأمر، وليس عني سوى أن نتمنى أن يستمر هذا النقاش الفعال الإيجابي مستقبلا، وأن لا يكون مرتبطا بقرن ما. فالوصول للصناعة الثقافية يحتاج قبل كل شيء فتح باب النقاش والمقترحات للجميع كما تقتضيه ديمقراطيتنا التشاركية والتي ينص على الدستور أسمى قوانين المملكة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.